في الأثناء أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن مبررات عدم عودة النازحين انتهت، مشيرا إلى أن هناك عوائلا تعيش بحالة مأساوية في مخيم النازحين بمحطة بلد، رغم أنهم يبعدون كيلو مترا واحدا فقط عن أراضيهم. وحكومة المحافظة وفرت جميع المستلزمات التي تحفظ الأمن في مناطقهم، مؤكدا أن صلاح الدين وأهلها لا يدافعون عن الإرهابيين بل عن الأبرياء فقط. اليوم أني أحكي على مناطق محددة بسليمان بيق أو بجنوب المحافظة. مشكلتنا الآن في شقين. الشق الأول هو استغلال الأراضي من قبل جهات تدعي إنها بالحشد، وهذا الاستغلال للأراضي هو اللي يمنع عودة النازحين. والشيء الثاني إنه إحنا اليوم المبررات الموجودة لعودة النازحين انتفت. يعني بالمحطة أكو 2000 عائلة من الرفيعات، هذول العوائل يعني مشتتين، بس الموجود منهم بالمخيم 75 عائلة. هذه العوائل تعيش بحالة مأساوية، تعيش بحالة عدم وجود كرامة، عدم وجود مدرسة، عدم وجود كهرباء، على أساس هم في مخيم ومخيمهم يبعد عن أراضيهم كيلومتر واحد. يعني هو يشوف القاع مالته بس ما يقدر يعبر عليها لأنه ممنوع. يعني احنا بالضفة الغربية والشرقية، احنا كان المبرر أمني، دخلنا ويا قيادة العمليات سامرة ودخلنا مع الحشد الشعبي اللي هو 43 الموجود هناك، ودخلنا مع الشرطة وقالوا ونريد كاميرات ونريد أبراج ونريد كرفانات ونريد محولات وأعمدة حتى نأمن المنطقة حتى يرجعون النازحين. المحافظة قدمت كل هذه الشغلات، قدمتها وموجودة الأبراج منصوبة. شنو اللي يمنع عودة النازحين؟ أنا مقتنع أن الناس لازم يرجعون، الناس يرجعون لأن هذا حقهم. يعني خوما إحنا اليوم منطقة ظل تشيل أعباء انتكاسة الدولة العراقية بال 2014، احنا نظل نشيلها؟ يعني محافظة ما معقولة، ما معقولة. الأبرياء، الناس الأبرياء احنا نسأل عليهم، ماكو يوم واحد من أهل صلاح الدين دافع عن مجرم، احنا ندافع عن الناس الأبرياء. الناس هذول كانوا أولاد عز، ناس فلاحين عندهم أراضي، اليوم هم ناس مشردين. ما معقولة احنا نبقي ناس ينامون بالعراء وبالجوع. والله والله واحد عنده فكرة أمنية ما يقبل، يقول مو هسه.